نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. النهاردة وزارة التعليم هتتيح استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لخريجي الثانوية العامة 2022 في المدارس. النهاردة كمان هتنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول في الجامعات، ده غير أنه في كمان مباراة مهمة في الدوري المصري بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التعليم هتتيح استمارات النجاح الرسمية المؤمنة لخريج الثانوية العامة 2022 في المدارس، والطلاب يقدروا من النهاردة يستلموا الشهادات اللي بيكون عليها رقم سري للتقدم للتقديم لمكتب التنسيق. كمان النهاردة هتنطلق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وهيتم فتح باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وهيستمر لحد يوم الاثنين الموافق 15/8/2022. برضو النهاردة آخر يوم هيكون متاح فيه لخريج الثانوية إنهم يسجلوا على موقع التنسيق لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات اللي بيشترط القبول بيها اجتياز اختبارات القدرات. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري الساعة 6:30 بالليل. بمناسبة الاحتفال بيوم الكسل العالمي، يحكي لنا موقف كسلت فيه، ده سؤالنا موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، عايزين إجاباتكم عشان نبدأ نعرضها لحضراتكم في حلقتنا. دلوقتي هناخد مجموعة من الإجابات اللي جات لنا على سؤال الحلقة النهاردة. في فرح محمود بتقول كنت في الامتحان في ابتدائي وكان في سؤال صعب واجابته طويله شويه فكسلت اجاوب عليه. لا ده كسل صعب قوي يا فرح. لا مش الدرجات، ده مستقبل يعني. في بقى علاء هارون بيقول بيصبح علينا الاول انا وانت يا شاذلي، صباح الخير طبعا على حضرتك. صباح الفل يا استاذ علاء. وبيقول هو حكي موقفين. في اول موقف بيقول كنت قاعد على شاطئ البحر وكان معاه محفظه وكان معاه تليفون، هو بيتكلم في التليفون، المحفظه وقعت منه في البحر، كسل يجيبها، بعد ما خلص تليفون لقى الفلوس كلها دابت. فلوس يا استاذ علاء، ثانيه واحده، هي ازاي فلوس قعدت يعني مش مشكله ان هي دابت، ازاي قعدت في البحر؟ راحت بقى وجت وكده مع الامواج. بس دي حلال على فكره. وفي موقف تاني برضو كان كسلت اطفي النور عشان انام، رحت ضربت اللمبه بطوبه كسرتها. لا يا استاذ علاء، لا استنى، هو جاب منين الطوبه؟ يعني اي حاجه يقصد يعني كسر يعني اللمبه. لا مش للدرجه يا استاذ علاء. لا مش قوي كده فعلا. دكتوره باب بتقول صباح الخير عليكم، بالنسبه لي انا الوقت اللي شعرت فيه ليس بكسل ولكن استعجال، كسلت اقف عشان اعمل قهوه عشان بحبها على البوتاجاز، ومن الاستعجال عملتها كشري، لكن بوجه عام غير كسوله اطلاقا، بس بيتوتيه اكتر. ده اللي كنت بكلمك فيه، ان انا بيتوتي اكتر لكني مش كسول، بحس ان البيت راح شويه، بس اغلب الكسل بيبقى استعجال مش اكتر لضيق الوقت. في ميرفت بتقول صباح الخير، صباح الخير عليك يا ميرفت، بتقول والله الكسل ده حاجه انا بحبها، واكسل بالذات عن المواعين، بس ما بعرفش اكسل، الحاجه الوحيده اللي ما بعرفش اكسل عنها ماما. لا برافو. ونفسها يعملوا اسبوع كسل. لا هو كفايه يوم كسل يا استاذ ميرفت. كفايه يوم كسل في السنه كلها. استاذ حسين الملاح بيقول صباح الخير عليكم، انا مشكلتي اني بصحى كل يوم الساعه 6 الصبح اوتوماتيك حتى في يوم الاجازه، نفسي اكسل مره واصحى الساعه 19. ماشي يا استاذ حسين، بس هو على كل يعني البركه في البكور. 19 دي اللي هي 7 بالليل صح؟ غالبا بس البركه في البكور، يعني الواحد يصحى الصبح بدري كده، البركه والرزق بيبقوا الصبح. لا اكيد طبعا. على اي حال دي كانت مجموعه من اجابات حضراتكم، لسه مستنيين اجابات اكتر ومواقف اكتر على سؤال حلقتنا النهارده، وهي ايه المواقف اللي كسلتوا فيها. لكن دلوقتي خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. استنونا.